لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. الكشف عن السبب الحقيقي في تصريح مؤثر. في تصريح الوداع من وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين في الحزن والبكاء والدموع، حيث انه خرج في التصريح وقام بتقديم استقالته على الهواء وكشف عن السبب، حيث قال بعد وفاة زوجته انه سيقوم برعاية اولاده من بعدها، ودعا لها بالرحمة وقال انه سيهتم باولاده وهذا هو سبب استقالته من منصبه. وهذا قرار قد أحزن التونسيين، حيث أن زوجة توفيق شرف الدين توفيت من قبل في العام 2021، وكان هذا الخبر جاء بالحزن على زوجها، وقام من بعدها باستكمال مهامه، ولكن وجد أن المهمة صعبة من دون زوجته، حيث قام بتقديم الاستقالة اليوم وتعيين كمال الفقي، حيث أن هذا التصريح كان بالحزن والدموع من توفيق شرف الدين، وحزن جميع التونسيين على هذا القرار. رغم أن القرار صعب، ولكن يعرف التونسيين ما هي أهم مصالح توفيق شرف الدين. اللهم ارحم زوجته يا رب، واغفر لها واسكنها فسيح جنتها، اللهم امين يا رب العالمين. وصبر توفيق شرف الدين وابنائه على فراقها. نطلب منكم بالدعوات لزوجة توفيق شرف الدين بالرحمة، وان يصبر ابنائها وزوجها على فراقها، اللهم امين يا رب العالمين.